أهم المميزات التي يبحث عنها أي شخص يرغب في شراء سيارة جديدة هي سرعة السيارة، وهذا ما يجعل شركات صناعة السيارات العملاقة إلى الاهتمام بعنصر السرعة في إصداراتها الحديثة والتنافس فيما بينها. منذ سنوات وسيارة بيجاتي كيرون سوبر سبورت تحمل لقب أسرع سيارة إنتاجية في العالم مسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. رغم محاولة السيارة الأمريكية هينيسي فينوم جي تي استولت لأيام معدودة على هذا اللقب منها قبل أن تستعيده مرة أخرى. ولمن لا يذكر أعزائنا متابعي قناة المعلومة بالعربية، حصلت سيارة بوغاتي كيرون سوبر سبورت على هذا اللقب الموثق في غينيس بعد وصولها إلى سرعة 430.98 كيلومتر في الساعة أثناء اختبارها، على الرغم من أن النسخة الإنتاجية منها تمتلك سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 415 كيلومتر في الساعة. وتعتمد هذه السيارة على محرك W16 سعة 8 لترات مع 4 شواحن توربينية لتولد قوة 1200 حصان، وقد تم إنتاج 30 نسخة فقط من هذه السيارة. اليوم لن نتحدث عن كيرون سوبر سبورت، بل عن السيارة السويدية الخارقة كوينسينغ أجيرا RS التي حطمت الرقم القياسي وسجلت سرعة هائلة جعلتها أسرع سيارة إنتاجية في العالم بدون أي شك. وكما تظهر الصور المرفقة ضمن هذا الخبر، تمكنت سيارة أجيرا RS من الوصول إلى سرعة 444.6 كيلومتر في الساعة لتصبح بذلك أسرع سيارة في العالم. وصلت هذه السيارة الخارقة إلى هذه السرعة الهائلة بقيادة السائق المحترف نيكلاس ليلجا على مضمار خاص في ولاية نيفادا. وسبق وحطمت سيارة أجيرا RS الأرقام التي سجلتها سيارة بوغاتي كيرون أثناء تسارعها من 0 إلى 400 كيلومتر في الساعة، ثم التوقف بشكل تام لتقوم كوينسينغ أجيرا RS بهذه المهمة خلال زمن وقدره 36.44 ثانية وبمسافة 2535 متر. لا تنسوا يا أصدقائي أن تشتركوا في قناتنا لكي تدعمونا لننشر مزيدا من هذه الفيديوهات. شكرا لكم وإلى اللقاء.